لا القصف يهدأ ولا الرياح التي تهز خيمة هؤلاء النازحين السوريين تهدأ. هنا إدلب حيث يتجسد القهر في أقصى صوره ويتحول اسمه إلى خيمة لا تقي حر الصيف ولا برد ورياح الشتاء التي باتت تحاصرهم حاليا مع انخفاض درجات الحرارة. الأضرار كان كتير كتير كبيرة، وخاصة أطفال وما أطفال، فأويناهن على بين ما مشينا لحالهم للصبح. الصبح كذلك الأمر رجع، اشتدت الرياح واشتدت العاصفة حوالي الساعة 12، صارت العاصفة أقوى. ما لك شيء فلق، حسبي الله ونعم الوكيل. الأضرار كتير كبيرة، كان بالخيام، كان بالفرش، كان يعني المخيم، حتى مواد تدفئة شتوي لحد الآن ما وصلنا. قلبت الخيمة علينا وتشخشخت الخيمة ونقلنا لعند جيراننا الأغراض كلياتها، ونحن هلا خايفين إنه يجي مطر وما عندنا خيمة وما عندنا شيء، وين بدنا نروح ما بعرف. سؤال لا يملك هؤلاء النازحون وآلاف العائلات غيرهم الجواب عليه، حيث لجأوا لهذه الأراضي هربا من قصف النظام السوري لأيام، وما لبثت أن تحولت إلى مكان سكن دائم لهم لا يمكن أن يصمد في ظل العوامل الجوية في شتاء هذا العام القاسي الذي لم يختلف عن غيره من الأعوام. وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري المعارض أكدت في دراسة لها أن أكثر من 800 ألف نازح سوري يعيشون في 575 مخيماً تمكنت من إحصائهم على هذا الشكل في أرياف إدلب وحلب شمالية سوريا. وتشير الدراسة إلى أنه خلال شهر تشرين الأول الماضي لم يجري توزيع إلا 96 ألف سلة غذائية فقط، بينما كان عدد السلال المطلوبة أكثر من 148 ألف سلة غذائية، في وقت يشهد قطاع الصحة والتعليم انهيارا تاما مع انتشار فيروس كورونا. هذه الأرقام تعكس بشكل أو بآخر العجز الأممي والدولي تجاه أزمة النازحين في سوريا، مع غياب أي ضغط يجبر النظام السوري على حل سياسي ينهي آلام ملايين المشردين. بينما يدفع الأسد ومن ورائه روسيا للسيطرة على آليات توزيع المساعدات في مناطقه والمناطق غير الخاضعة لسيطرته، ما يعني بشكل أو بآخر تسييس ملف المساعدات لصالحه وإجبار معارضيه على الخضوع له.